وشرف مجلسنا هذا فضيلة العلامة الجليل الفقيه فقيه العصر الشيخ محمد تقي العثماني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، إني لا أكاد أظهر ولا أجد لفظا ولا عبارة ولا أسلوبا يظهر ما في خاطري من سرور وابتهاج بزيارة هذه الباقة العظيمة الغنية بالأزهار العلمية والبرود الدينية التي قلما توجد في العالم مثلها في هذه الآونة المليئة بالكفر والشرك والطغيان. فأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أنه جمعنا في هذا المجلس العظيم الذي قرئ فيه صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو ثاني الصحيحين، وقد اعتبر بعض علماء خاصة المغاربة منهم، حتى قال الشيخ أبو علي النسفي رحمه الله تعالى: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. والواقع أنه لو قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم فبسبب تراجمه الدقيقة واستنباطاته العميقة، أما في صناعة الحديث من حيث الإسناد ومن حيث الدقة في النقل، فلا شك أن الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى هو أعلى بكثير من الإمام البخاري رحمه الله، لأن دقته في سرد الأسانيد أكثر مما يوجد في صحيح البخاري، كما تعرفون وقد قرأتم صحيح مسلم بأجمعه، رأيتم أنه يكون فيه الدقة حينما ينقل شيئا عن أساتذته، فإن قال أستاذه حدثنا يقول حدثنا، وإذا قال حدثني فيقول حدثني، وإذا كان أخبرنا فهو يقول أخبرنا. وكما تعرفون الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا فرق عنده بين التحديث والإخبار، ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو دقيق جدا في استخدام هذه الكلمات، وكذلك في استخدام الروايات وسردها وطرق جميع طرق الرواية في على صعيد واحد. هذا مما تميز به صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى. وإني أهنئكم جميعا أنكم قرأتم هذا الصحيح لدى أساتذة كبار ومحدثين عظام، ما أتممته تموه اليوم، فبارك الله تعالى في علمكم وعملكم واتباع لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأعمالكم وأفعالكم، وأن ينفعنا جميعا أن نتبرك بهذا المجلس العظيم الذي عقد لرواية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوقار وبهذه التمكنة وبهذا الإكرام الذي رأيناه اليوم. فهنيئا لكم هذه القراءة.
وأنا قرأت الإمام صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بكامله، أكثره قراءة وبعضه سماعا وآخر منه إجازة من مدة أساتذة رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم. فأنا من كنت لست أهلا بأن أجيز أحدا لأني أدنى من ذلك، ولكني امتثالا لأمركم وامتثالا لأمر مشايخ والأساتذة الموجودين هنا أجيزكم جميعا بكل ما أروي، ليس برواية الإمام مسلم فقط بل بكل ما أروي عن مشايخي في باكستان والهند والبلاد العربية أو غيرها. وأسانيدي بفضل الله تعالى مثبتة في ثبتي الذي طبع باسم ثبت العثماني، وعندي مسلسلات أخذتها معظمها من الشيخ محمد ياسين الفهداني وبعضها من الشيخ حسن المشاط المكي المالكي والشيخ الناخبي رحمهم الله تعالى. فأنا أجيزكم إجمالا برواية هذه الروايات، بل لم يكن بالتسلسل إلا الحديث المسلسل بالأولية الذي قرئ عليكم الآن. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن المقصود الحقيقي من دراسة الأحاديث ليس إظهارا للعلم وليس إعجابا به، وإنما هو العمل بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة. وأخيرا ولا آخرا، أنبه نفسي وإياكم أن العالم الإسلامي اليوم في خطر عظيم، وإن إخواننا في فلسطين هم الذين يقومون بإقامة الجهاد في سبيل الله نيابة عن الأمة الإسلامية كلها. فإن هؤلاء المجاهدين الذين بذلوا حياتهم وأنفسهم ومهجهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، ليس لأرض فلسطين فقط بل لتحرير القدس عن الأيدي الغاشمة الجابرة المبغوضة التي اجترأت قبل قليل أن تغتال شخصا مجاهدا في سبيل الله، الشيخ الدكتور إسماعيل هنية رحمه الله تعالى، وتغمده بغفرانه ورضاه، بأنه قد صدق ما عهد عليه الله وقضى نحبه. ولكن القرآن الكريم يقول: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فإن لم نكن قضينا نحبنا فلنكن من المنتظرين، فلنكن ممن يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. فأيها الإخوة، نحن قرأنا الأحاديث في هذه القاعة في هذا المسجد المبارك لدى أساتذة مهرة، وقد أتممنا دراستنا وقراءتنا لصحيح الإمام مسلم بما فيه كتاب الجهاد، بما فيه كتاب السير، بما فيه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فلنكن جميعا
متحمسين لهذه الحرب، لهذا الجهاد والقتال الذي يجري في غزة وفي عدة مناطق من فلسطين. ونختم مجلسنا هذا بالدعوة لهم وانتصار لهم، وبالدعاء الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهم الفرج والنصر، وأن يبيد إسرائيل ويدمرها تدميرا، يتبرها تدبيرا، ويعلي كلمة الله ليس في أرض فلسطين فحسب، بل في العالم الإسلامي كله، من المغرب إلى أندونيسيا. فهذه رسالة هذا المجلس، رسالة مجلس قرئ فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنقم جميعا بنصرة أهل فلسطين بكل ما في أيدينا من قوة ومن مال ومن مهج، فلنفدي أنفسنا على القدس، على بيت المقدس الذي ينتظرنا جميعا أيها المسلمون. وبهذه الكلمات التي نبعت من قلبي في هذا المجلس، وعلى علماء الأمة جميعا حيثما كانوا وأينما كانوا، أن يوقظوا هذه الأمة من هذه الغفلة ومن هذا النوم الذي هم فيه الآن، غافلين عن فريضة الجهاد في سبيل الله، ويزعمون أن ما يجري في فلسطين وما يجري في غزة إنما يجري في بلد آخر لا علاقة لنا به. لا، يتحتم على علماء هذه الأمة أن يقوموا بواجبهم، لواجبهم في إيقاظ الهمم، إيقاظ المؤمنين لهذا الجهاد العظيم المبارك، لأنها نقطة فاصلة في تاريخنا الإسلامي. ولذلك لعلماء الأمة جميعا في جميع بقاع الأرض أن يوقظوا المسلمين لنصرة هذا الجهاد بكل ما يمكن لهم من نفس أو مال أو بطريق آخر. هذه فريضة جعلها الله تعالى، كتبها الله تعالى علينا جميعا في جميع أنحاء الأرض. بدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا له، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة، حتى في الجهاد في سبيل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.